أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني ومع الدكتورة منار الغنام، أخصائي الجلدية والليزر والتجميل. منورانا يا فندم. اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ اهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتورة، اهلا نورتينا في بحضرتك يا برنامج فندم. موضوع يهمك. والنهارده يا سحر، يعني موضوعنا النهارده اعتقد ان انت هنتكلم بقى في الجمال، المفروض ان انت مش موجود. صح يعني دكتور؟ دلوقتي بين صح دكتور؟ سيدتين، صح؟ والموضوع كمان يخص اكتر السيدات، ولكن فعلا يلا حقيقي. ان شاء الله نعمل حاجة كويسة مع ان بعض. شاء الله. نورتينا يا دكتورة. نور حضرتك. واحنا بقى يعني عشان بقى انا في وسطكم، مش هنتكلم بقى عن تجميل وعن الكلام ده كله، هندخل هنتكلم في عن ايه؟ الجلديه بقى. هندخل في الديرماتولوجي اللي هي الحاجات الجلديه بقى تمام. المرضيه، اللي حاجات الطبيه وليست فعلا. التجميل، صح كده؟ احنا عايزين برضو في حاجات كتير الناس اتكلمت عنها، فاحنا عايزين المره دي نتكلم على حاجات موجوده ولكن في ناس كتير ما اتكلمتش عنها. طيب تمام. تمام طيب. انا معاكم. تحب نبدا بايه بقى؟ عندك الثعلبه، عندك البهاق، عندك تساقط الشعر الطبيعي، عندك كذا حاجة، تحب تبدأي مع الدكتورة بيه؟ يعني أنا عايزة أبدأ ببكتيريا الضوافر. بكتيريا الضوافر؟ شوف استاذتي، شفتي بقى؟ هو إيه؟ أنا جبت لك حاجة ما حدش سألها قبل كده. المهم إن هي خلاص كل استاذتي قالوا إحنا سيبنا كل حاجة ونتكلم في حاجة مختلفة. عايزة تتكلمي يعني عن العدوى البكتيرية للأظافر. تمام. طيب دي بتظهر على شكل إيه؟ نلاقي الضوافر فيها التهابات، فيها تورم، ممكن في بعض الأحيان إن هي تجيب صديد. بيبقى فيه التهابات بشعه طبعا، الواحد ما يقدرش ان هو يعني يمارس حياته العاديه الطبيعيه. وطبعا بيكون في المنطقه كمان المحيطه بالاظافر. بصي يا دكتوره، انا هقول لك ايه سبب سؤالي. انا شفت حد كان ليه كنت اعرفه عانى من الموضوع ده سنين طويله، ولحد يعني ما كانش جامع له اي دواء، اي علاج. فانا انا عرفت ان دلوقتي كمان فيه ليزر للموضوع ده، صحيح؟ بصي، اتفضلي. هو الاظافر العدوى بتاعتها الاكثر شيوعا ان يكون فطريات. صحيح. ليه بقى؟ طب لحظه واحده يا دكتوره، معلش، عشان بس زميلنا في الكنترول يبقى عارفين احنا بنتكلم عن عنوان الحلقه، يعني احنا عشان برضو المشاهدين يتابعونا. بنتكلم عن الامراض الجلديه. ايوه، احنا هنبعد عن الطريقه التقليديه اللي بنقدم عليها التجميل. صح كده؟ هقول لك ليه بقى. لان احنا هنتعمد نشوف الحاجات اللي فعلا تهم المشاهد. بالظبط. لان اللي هي يمكن المرض الجلديه اللي والتجميل بيقلم ده اللي بيأثر، مش موضوع تجميل بقى وفيلر وبوتوكس والكلام الغريب. مبدئيا بحييكوا على ده بصراحه. يعني احنا عايزين فعلا نفيد الناس. عايزين نتكلم في الاغلبيه بقى. تمام. الاغلبيه اللي طيب. بالنسبه احنا قلنا اكتر حاجه هتبقى الفطريات بتاعه الاظافر، العدوى الفطريه للاظافر هي الاشيع والاكتر، وهي كمان الاكتر في طول فتره العلاج. يعني تاخد مثلا من 6 شهور عشان نعالجها. يعني المريض بيقعد 6 شهور ياخد اقراص وياخد علاج ويحط دهانات موضعيه عشان يعالج فطريات الاظافر. دي اللي اسمها يا دكتور اللي بيقولوا عليها يدوحس مثلا او يعمل حاجات دي، حاجه ثانيه؟ احنا عايزين تبقى تحت الضفر. بالظبط كده. هي يدوحس دي بقى اللي هي البكتيريا اللي هي سالين عليها في الاول. اللي هو الالتهابات والحاجات اللي شبه كده. فطبعا دي من ضمن المواضيع الصعبه. طيب نلاقيها فين بقى؟ نلاقيها في اكتر مهن بتحط ايديها في الميه. يعني ربه المنزل اللي هي دايما تغسل الاطباق والحاجات اللي شبه كده. نلاقيها في الناس اللي هم محلات العصير. يعني الناس اللي هم ايديهم دايما في الميه وما بيقدروش ان هم يتفادوا الميه. بس هو ده دي اكتر فئه بتتضرر منها. يعني طب ليه اسبابها بقى يا دكتوره؟ ما اتكلم في فطريات اسبابها. الفطريات تحب جدا الميه. لذلك هي بتقترن بالناس اللي هم حاطين ايديهم في الميه كتير. فاول حاجه احنا بننبه عليها بنقول ايه؟ شيل ايدك من الميه. اللي هو البس جوانتي مثلا. يعني بيقول ما تقدرش تشيل ايديها بقى. احنا بقى بنقول لربه المنزل مثلا البسي جوانتي. ده المثل اللي بيقول اللي دي في الميه مش زي اللي ايديه في النار. لا، ما هو برضه هقول لحضرتك على حاجه. احنا حبيبي يا استاذ محمد، احنا انا عن نفسي لما بيجي لي مريض مش هقوله غير شغلانتك. يعني مش هقولي انا شغال كذا، ما ينفعش. انا كان عندي صياد مثلا كان عنده اكزيما في ايده بسبب الميه المالحه، ان هو دايما بيحط ايده في الميه المالحه. طبعا مع ان الاملاح بيقولوا انها بتقتل. بس اكزيما بقى، اكزيما يعني التهابات. بسبب لو احنا حطينا ايدينا في ميه مالحه كتير هيجي لنا التهابات. طب قلنا له ايه؟ ما قلنالوش غير مهنتك. قلنا له هتحط كريم مرطب الاول على ايدك بحيث ان انت تحميها من الميه المالحه، وبعد كده تلبس جوانتي، وبعد كده نبتدي نخلص الصيد. اول ما بتخرج من الميه المالحه بننزع الجوانتي وبنغسل ايدينا تاني وبنحط كريم مرطب تاني. يعني بنأقلم حياته عشان طريقه رزقه واكل عيشه. لكن مش بنقول له غير وظيفتك او سيبها. طب حضرتك طبعاً كنت بتقولي ان مده العلاج 6 شهور، مفيش حاجه اسرع؟ حاجة كده هي للأسف الفطريات بتعيش في الضوافر فترة طويلة. بس أنا هقول إيه، أنا عارفة حاجة حلوة برضو. اتفضلي.
اقصى حاجه احنا بناخدها تحسن في الفتره الاولى. يعني بمجرد ما المريض يبتدي يحط العلاج كده ويواظب عليه بيبتدي الضوافر تاني التاكل ده يتحل وبتبتدي الضوافر ترجع لشكل طبيعي. طب احنا ليه بنكمل لست شهور؟ احنا بنقول دي الفتره اللي لازم فيها نحصل على يعني ننهي تماما على الفطريات اللي هي موجوده. جميل. عشان ما ترجعش تاني، عشان ما يفضلش عايش بيها مدى الحياه. بس جميل يا دكتوره. طيب لما نيجي بقى نتكلم على حاجه تانية تخص برضه الدرماتولوجي اللي هي كنت اتكلمت مع حضرتك فيها قبل كده، بس سحر احنا عايزين بقى نسيرها للساده المشاهدين. اللي هي السعلابه، لان السعلابه دي يمكن موجوده عند ناس كتير. بص تلاقي يطلع له هنا، تطلع له في شعره. عايزين نعرف، اغلب الناس بتشتكي اصلا من مشاكل تساقط الشعر يعني. فعايزين نعرف بقى اسباب السعلابه دي ايه، وطرق الوقايه منها، وطرق العلاج بتاعها برضو يكون طيب. اولا عشان الناس البسيطه تفهم يعني ايه كلمه سعلابه، لانها عامه المصطلح نفسه الخد. يعني اول ما بنقول للمريض ان دي التشخيص سعلابه، اول حاجه كده بنلاحظ ان في ضغطه نفسيه كده وخضه. فالسعلابه دي بمنتهى البساطه حاجه بسيطه جدا، بقره خاليه تماما من الشعر. البقره دي اما انها تكون دائريه او ان هي تكون بيضاويه. طيب حاجه، هل فيها عدوى؟ يعني انا اخاف واتشد وعدوى ويا دكتور هيعدي اخواته واصحابه والمدرسه والحاجات دي؟ لا، المريض هيروح المدرسه عادي جدا، الطفل يحتك عادي جدا باخواته وباصحابه، مفيش اي قلق خالص خالص خالص. مفيش عدوى يعني؟ نهائي. زمايلنا في الاعداد بقى بيسالوك عن الصلع الوراثي. تمام، فديهم بقى النهارده كتير جدا. طيب زمايلنا من الاعداد، جهزي برضه يا دكتور بعد ما نخلص، جهزي كده الدفتر دفتر الروجيتات ده اساسي. واحنا عشان كتير اللي هيطلب منك حاجه. تمام. طيب هنقول الصلع الوراثي. الصلع الوراثي كده من اسمه هو صلع، يعني في منطقه فيها فقدان للشعر. بس بقى ليه شكل مميز، اللي هو فين؟ من الجناب هنا كده او من الوسط، اللي هو بنسميها الكراون، تاج الراس. تاج راس، لو بقى مشكله هنيجي في الست، تاج راس الست بيقع. فتخيل بقى كده الهول بتاع ان احنا بنقول صلع وراثي او بنشخصه. فدي ليه شكل، يعني صلع الوراثي يفرق ايه عن بقيه تساقط الشعر؟ تساقط الشعر، الشعر بيقع كله ككتله واحده او من كل الاشكال من كل الاتجاهات. صلع الوراثي بيقع من حتت بعينها مؤذيه جدا للعين. فهنا بقى التكه بتاعته. كلمة وراثي يا جماعة، يعني لازم بيكون عندنا خلل جيني موجود في العيلة دي. فبنسأل المريض نقول له والدك، أمامك، إخواتك الكبار، عيلة والدتك كمان. وده اللي الناس بتقعد تقول لنا طب والدتي مالها؟ يا جماعة احنا واخدين الوراثة من الأب ومش واخدينها من الأم. طيب يا دكتور في حاجة تانية، وهكذا دايما كده بنشوف مثلا، كان صاحب برضو عارف الموضوع ده، تبص تلاقي ناس شباب لسه صغير وشعره أبيض. صحيح فعلا، انا قابلتني الموضوع ده كتير. فده ليه؟ طيب بقى يعني عامل، هل عامل وراثي فعلا وهل ليه علاج ولا مش علاج ولا الموضوع ده بقى ليه عوامل كتير. العامل الوراثي سبب قوي جدا برضو. يعني برجع اقول للمريض عندك حد في العيله شعره بيحصل له ان هو يبيض مبكر، في حالات كتير بيكون متوفر عندها. طيب تاني حاله بقى التلوث. يعني ايه اللي بيحصل؟ ان ازاي الخليه بتفقد الصبغه بتاعتها؟ اخر بقى واحدث حاجه بتتقال ان في مواد معينه ضرب الخليه بتيجي تتركز على سطح الخليه. حلو. تسير فيها عمليه معينه تخليها تفقد الصبغه. تمام، نعالجهم ازاي بقى؟ دول نعالجهم ازاي؟ هو للاسف بقى العلاج بتاعهم بيكون صعب شويه. عامه الاختلالات بتاعه الصبغه بتكون صعبه. طيب حديثا عندنا ادويه معينه موضعيه بترجع الصبغه للشعر، موجود، ودي حاجه حلوه جدا. بس بنقول للمريض هتواظب عليها فتره، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بنقول له ان الصبغه هترجع مش اسود، دارك بلاك، يعني ترجع جراي كده شويه، لايت بلاك، يعني افضل شويه. طب بس موجود. احنا في دايما بنسمع وسط اهالينا كده ان اللي يطلع له شعريه بيضه ويخلعها شعره بيض كله، ده حقيقي؟ ده حقيقي ولا كلام كده خلاص؟ لا مالهاش علاقه، تزيد بقى حوالينا. لا قالوا كده، هم يعني بصي هو او يبدا بقى شويه اعتقادات. وبرده من الاعتقادات الخاطئه اللي احنا عايزين نقولها، اما قص الشعر شعر يطول. ايوه احنا عايزين نكبر كتير. فدي برده من ضمن الحاجات اللي دايما يجي لي، تيجي المريضه تقول لي شعري ما بيطولش فقصيته عشان يطول. دي الدخله بتاعت كلامهم. لا، احنا لما بنقص يا جماعه الشعر مش بيطول. بس احنا ليه كدكاتره جلديه بنقول قص ولو 1 سم كل كام شهر؟ عشان خاطر بس اللي هي الايه، العوامل اللي هي التعريه اللي تعرضت لها الشعره، نبتدي ان احنا نقص الشعر اللي هو بقى اللي حصل له تلف. طب ده بيعمل ايه؟ بيدي تناسق وبيدي شكل افضل، بيمنع ان التلف يوصل لاعلى شويه، لكن ملوش سبب علمي
ان هيحصل لنا ان الشعر يطول. فما تقصوش الشعر ده. في بقى مشكله نفسيه بتجيلي اكتر من كده. إيه تقول لك بعد ما قصيته هو ما بيطولش لان هي عندها مشكله اصلا. عندها انيميا، عندها خلل في غده او حاجه شبه كده. فتقول لك لما قصيته زعلت اكتر. فتحسي ان هي عملت حاجه ما كانش مظبوط انها تحصل وزعلت اكتر عليها. طب يا دكتوره المنتجات الطبيعيه اللي الناس بتستخدمها بقى، طيب استخدمها مثلا في يعني عايز يفرد شعره، عايز يخليه ليه لمعه، عايز الحاجات اللي احنا عارفينها دي. طيب هو هل الحاجات دي فعلا بتجيب نتيجه ولا يعني انا هذكر لحضرتك حاجه كده ليا صديقه. هو الموقف يعني فكاهي يبدو لكن بالنسبه لنا احنا، لكن طبعا بالنسبه لها كان موقف مؤلم. يعني جربت وصفه من اليوتيوب فحطت نشا ومش عارف ايه وخلطات كده على شعرها على اساس ان النشا هتخلي شعري يكون اجمل. في ناس بتحط بيض كمان. اللي حصل ان شعري يا فندم لزق في بعضه. لزق فطبعا عملنا مباحثات طويله عشان نفك الشعر، نشا في الشعر فقفشت وخلاص الموضوع كان صعب جدا. فقعدنا نقول بقى نجيب زيت ونجيب بلسم وعملنا مباحثات طويله عريضه عشان نفك الشعر اللي هي لزقته. فليه يا جماعه؟ طيب احنا عندنا دلوقتي الشركات عملت منتجات مصرح بيها من وزاره الصحه ومجربه، والناس دي عملت تجارب عليها كتير عشان تاخد السماحيه ليها انها تطلع وانها تنزل لنا في العيادات وتقول طب لو عايزين شعركم يبقى طري وكده وبسيط احنا اولا هنستخدم سيرم، زيت، كريم يكون مناسب لنوع شعركم. عندنا مثلا البلسم كونديشنر نستخدمه بعد الشامبو، نستخدم صوديوم فري وسلفيت فري شامبو بحيث ان هو ما ينشفش الشعر قوي. يعني عندنا في الطب كل حاجه حلوه وسهله وبسيطه. طيب يا دكتوره بالنسبه للزرق، الناس اللي عنده صلع خفيف وعايز يزرع والكلام ده كله، هل الزرع ده بيبقى ليه مستقبلا مثلا اضرار او ليه حاجات زي كده ولا عادي يعني؟ طيب هقول زرع حواجب دلوقتي كمان عايزين نعرف الموضوع ده ايه. زرع حواجب؟ ايوه فعلا والله في زرع حواجب. طيب بصي واضح ان احنا استاذ سيد هيفاجئ والفوك كنترول هيفاجئوا. هو صح زي ما هي بتقول في زرع للشعر. طيب بنروح بقى عشان نتفاهم. احنا اولا عندنا درجات معينه نتفاهم بيها، بمعنى لو جه المريض عنده درجه بسيطه من درجات تساقط الشعر او درجه بسيطه من الصلع، لازم اولا انا بنصحه بايه؟ ما تزرعش. ده دي الخطوه النهائيه. اولا احنا بنعمل جلسات ميزوثيرابي بلازما ونمشي عليها، مثلا نعمل حوالي 8 جلسات بمعدل جلسه كل اسبوعين ولا حاجه، وبناخد ماده كده معينه فعاله اللي هي الاسم العلمي بتاعها المينوكسيديل ويستخدمها بعدد بافس معين. طب الكلام ده لما ما تجيبش معاك نتيجه بالنسبه للشعر الحواجب بقى. الحواجب فيه ليها برضو المينوكسيديل ده حضرتك عملوا منه جل، فالجل ده قلم كده ويستخدم على الحواجب بحيث ينبت الشعر في المكان اللي المريض عايزاه. سؤال اخير بقى عشان الوقت. في حاجه مرض جلدي اسمه العين السمك. تمام. انا ما اعرفش المسمى العلمي بتاعه ايه، حضرتك في دقائق كده تقول لنا. طيب عين السمكه ده في ثواني عين سمكه عدد. او هنقوله بشكل تاني ان هو صمت. اول حاجه عايزين نقولها عنه ان هو بيكون مؤلم طبعا لو جه في القدم. طيب نعمل ايه؟ عندنا طريقه قديمه جدا اللي هي الجراحه، خلاص يا جماعه اوبسليت مش هنستخدمها وخلاص. العلم قال لا لا لا، ما في طرق اسهل كتير، في ليها ليزر، الليزر بيتحل على جلسه او على جلستين او في ليها حقن كبير. شكرا يا فندم عشان الوقت البرنامج. نورتينا جدا. نورتينا مشاهدين برنامجنا. اتمنى يا رب نكون اسعدناكم وافدناكم واشوفكم في حلقه جديده من برنامج موضوع يهمك. الى اللقاء.